السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة المرحلة الثانية، على بركة الله أقدم لكم المحاضرة الثانية من سلسلة محاضرات مادة الكهربائية. عنوان محاضرتنا هو قانون كولومب. يعد العالم الفرنسي تشارلز كولومب واحدا من الرواد الأوائل في القرن الثامن عشر في الكهربائية، فهو أول من قام بقياسات عملية للقوى العاملة بين الأجسام المشحونة. ومن حصيلة هذه القياسات استطاع صياغة قانونه الشهير عام 1785 الذي عرف بقانون كولوم. أعزائي الطلبة، قانون كولوم يرتكز على ثلاثة نصوص. أولاً، تنافر الشحنات ذات الإشارة الواحدة وتجاذب الشحنات ذات الإشارة المختلفة. مثل ما تلاحظون بالشكل، الشحنات ذات الإشارة المختلفة تتجاذب والشحنات ذات الإشارة المتشابهة تتنافر. إذا هنا اللي بيصير عندي هذا الجزء من الشكل قوة تجاذب وهنا قوة تنافر. اثنين، تؤثر شحنتان نقطيتان إحداهما على الأخرى. شحنتان، شحنة نقطية Q1 وشحنة نقطية Q2، تؤثر إحداهما على الأخرى بقوة تعمل على امتداد الخط المستقيم الذي يصل بين مركزيهما. إذن تعمل على امتداد الخط المستقيم الذي يصل بين مركزيهما، ومقدار هذه القوة سواء كانت قوة تجاذب أو تنافر بين الشحنتين تتناسب طردياً مع حاصل ضرب الشحنتين، تتناسب طردياً مع حاصل ضرب الشحنتين. ثالثاً، يتناسب مقدار قوة التجاذب أو التنافر بين الشحنتين عكسياً مع مربع المسافة بينهما، عكسياً مع مربع المسافة بينهما. إذن مقدار قوة التنافر أو قوة التجاذب يتناسب عكسياً مع مربع المسافة بينهما. إن هذا الاستنتاج يعد إشارة واضحة إلى أن كولوم أثبت أن قوة التجاذب أو التنافر بين جسمين مشحونين تتبع قانون التربيع العكسي. على ضوء ما تقدم، يمكن صياغة نص قانون كولوم بالشكل الآتي: القوة الكهروستاتيكية بين شحنتين نقطيتين في حالة سكون تتناسب طردياً مع حاصل ضرب مقدار الشحنتين وعكسياً مع مربع المسافة بينهما. أعزائي الطلبة، الصيغة الرياضية لقانون كولومب تعطى بالعلاقة رقم واحد. هذه العلاقة اللي تلاحظوها أمامكم أعزائي الطلبة هي هذه الصيغة الرياضية لقانون كولومب، حيث أنه طبقاً لقانون نيوتن للفعل ورد الفعل، فإن القوة المؤثرة على أحد الشحنتين لابد أن تكون مطابقة في المقدار ومعاكسة في الاتجاه للقوة التي تؤثر على الشحنة الأخرى، وكلاهما تعمل على الحد الفاصل بين الشحنتين. وبذلك فإن قوة F في المعادلة واحد، هذه قوة F في المعادلة واحد تشير للقوة الكهروستاتيكية المؤثرة على الشحنة Q2 من قبل الشحنة Q1، وهي نفس القوة المؤثرة على الشحنة Q1 من قبل الشحنة Q2 ولكن بعكس الاتجاه، يعني الشحنة Q1 حتأثر بقوة على الشحنة Q2، أيضا الشحنة Q2 حتأثر بقوة على الشحنة Q1. هذه القوتين تكون متساويتين بالمقدار ومتعاكستين بالاتجاه. R، نجي إلى R. R هي شنو؟ R المسافة بين الشحنتين، مسافة بين الشحنتين، هذه R، هذه R. إذا تلاحظون بالمعادلة F تتناسب عكسياً مع مربع R، عكسياً مع مربع R. K، K يمثل ثابت فيزيائي كوني يعرف بثابت قوة كولوم. على من يعتمد K؟ يعتمد على نظام الوحدات المستعملة وكذلك على نوع الوسط الفاصل، نوع الوسط الفاصل، ويعتمد على نظام الوحدات المستخدم. لاحظوا أعزائي هذا الرمز، هذا الرمز، هذا الرمز شنو؟ هو وحدة المتجه، وحدة المتجه، وحدة المتجه ومقدارش كيف؟ مقداره واحد
واتجاهها من Q1 من Q1 إلى Q2. قانون كولوم يطبق على الشحنات النقطية. طبعا الشحنات النقطية هي الشحنات التي تشغل حيزا أبعاده صغيرة جدا مقارنة بالمسافات الفاصلة بينها. هذا تعريف الشحنات النقطية، هي الشحنات التي تشغل حيزا أبعاده صغيرة جدا مقارنة بالمسافات الفاصلة بينهما. فالشحنات اللي تشغل حيز يكون أبعاده صغيرة جدا مقارنة بالمسافات الفاصلة بين الشحنات تعتبر شحنات نقطية، وقانون كولوم يطبق على الشحنات النقطية. أيضا هنالك تطبيق آخر لقانون كولوم، إنه ممكن وين أطبقه؟ ممكن أطبقه بالعوازل والموصلات. إيش وقت إذا كانت القوة المؤثرة بين Q1 و Q2 بغض النظر عن القوة الناجمة عن الشحنات الأخرى ضمن الوسط، أيضا يصح استعمال قانون كولوم في حالات التنافر الكارستاتيك بين القوى عند المدى الذي يزيد على 10 مرفوعة للقوى سالب 14 من المتر، كما يمكن استعماله لشحنات نقطية وين؟ في الهواء. ليش ذلك؟ لأن تأثير الهواء في ظروف الضغط الجوي الاعتيادي لا يغير قيمة القوة عن قيمتها في الفراغ بأكثر من جزء واحد من كل 2000. طلبتنا الأعزاء، في حالة وجود عدد من الشحنات النقطية، إذا كان عندي عدد من الشحنات النقطية Q1, Q2 و Q3، والمطلوب حساب القوة التي تؤثر على الشحنة Q1 مثلا، فإننا نستعمل العلاقة الاتجاهية الآتية، يعني نحسب القوة أو محصلة القوة باتجاه الإكس كما في المعادلة اللي تلاحظوها أمامكم، وأيضا نحسب محصلة القوة بالاتجاه واي. بعد ذلك هنطبق العلاقة الآتية اللي هو إنه F تساوي تحت الجذر مربع محصلة القوة باتجاه الإكس زائد مربع محصلة القوة باتجاه واي، وبذلك تطلع لنا القوة أو نقدر نحسب القوة اللي تأثر على الشحنة Q1. أما اتجاه القوة فيحسب من خلال هذه العلاقة، يعني من خلال ظل الزاوية، يعني تايم ثيتا شو يساوي لي؟ يساوي لي محصلة القوة باتجاه الواي على محصلة القوة باتجاه الإكس. أعزائي الطلبة، أول نظام وضع للوحدات كانت توضع على أساس معادلات الكهروستاتيكية هو نظام الوحدات الكهروستاتيكي ESU. حسب هذا النظام اختيرت وحدة الشحنة وفقا لقانون كولوم اللي يعتبر فيها كي يساوي 1 في حالة وجود طبعا الشحنات في الفراغ، أطلق عليها اسم استات كولوم. إذن الستات كولوم هي شنو؟ هي يعني تعرف بأنها تلك الشحنة التي إذا وضعت في الفراغ على بعد 1 سنتيمتر من شحنة أخرى مماثلة لها في النوع ومساوية لها في المقدار لتنافرت معها بقوة داين 1. فبهيج حالة القوة وفقا لهذا التعريف عبر عنها بالداين، والمسافة بيش؟ بالسنتيمتر، غير إن المعادلات المتعلقة بظاهرة المغناطيسية كانت توضع على أسس نظام آخر نشأ مع تطور المغناطيسية دعي بنظام الوحدات الكهرومغناطيسي EMU، استعملت على أساسها وحدة للشحنة وهي وحدة الكهرومغناطيسية. إن وحدات هذا النظام أو هذين النظامين سالفي الذكر اللي ذكرناهم في السلايد السابق ليست متساوية لنفس الكمية. أضف إلى ذلك فإن مجموعة من الوحدات الكهربائية اللي استعملت في القياسات العملية كالفولت
والأمبير والأوم والهنري والفارد تختلف قيمتها عن تلك في النظامين المذكورين ما دعي إلى نشوء نظام جديد للوحدات سمي بالنظام العملي. إن هذا الإرباك في تعدد الأنظمة أنظمة الوحدات أدى إلى التفكير باستحداث نظام آخر جديد وضع أسسه الإيطالي جورج في بداية القرن التاسع عشر سمي بنظام هذا النظام سمي بنظام متر نظام متر كيلوغرام ثانية أمبير نظام متر كيلوغرام وثانية وأمبير رمزه MKSA تبنته أقطار عديدة في العالم عام 1935 أخيرا جاء النظام الدولي للوحدات اللي هو شنو SI System International وهو النظام الأمثل للوحدات وشمل ست وحدات أساسية وهي المتر وحدة أساسية للطول والكيلوغرام وحدة للكتلة والثانية وحدة للزمن والأمبير وحدة لقياس التيار ودرجة الحرارة المطلقة كلفن وحدة لدرجة الحرارة والكاندل وحدة لقياس الشمع. طبعا وفقا لنظام الدولي SI تقاس القوة بالنيوتن والمسافة بالأمتار. أما وحدة كمية الشحنة فلا تعرف بدلالة قانون كولوم بل بدلالة وحدة التيار أمبير وتسمى الكولوم. وتعرف بأنها كمية الشحنة المارة خلال مقطع عرضي للسلك في ثانية واحدة إذا مر تيار ثابت مقداره 1 أمبير في هذا السلك ولكون الكولوم كمية كبيرة نسبيا من الشحنة يعني 1 كولوم ايش قد يساوي 2.99592 في 10 القوة 9 ستات كولوم تستعمل وحدات اصغر منه واكثر ملائمة هي الملي كولوم زين واللي يساوي 10 قوة ناقص 3 كولوم والمايكرو كولوم واللي يساوي 10 مرفوع للقوة سالب 6 او ناقص 6 من الكولوم طبعا معرفة وحدات القوة F والمسافة R والشحنة Q وفق النظام الدولي SI بشكل مستقل عن قانون كولوم يصبح من السهل استخراج القيمة العددية لثابت التناسب K عمليا وقد وجد أن أحسن قيمة له في الفراغ هي 8.98776 مضروبة في 10 قوة 9 نيوتن متر مربع كولوم للقوة سالب 2 طبعا تقرب إلى القيمة 9 مضروبة في 10 قوة 9 نيوتن متر مربع كولوم مرفوعة للقوة سالب 2 غالبا ما يستبدل الثابت كي بالمقدار 1/4 باي أبسلون حيث أبسلون سماحية الفراغ وقيمتها تساوي 8.85 في 10 للقوة سالب 12 نيوتن للقوة سالب 1 متر للقوة سالب 2 وكولوم مرفوعة للقوة 2 وبذلك ايش حيكون عندنا المعادلة الآتية وهي انه الاف ايش حتساوي تساوي 1/4 باي ابسلون نوت Q1 في Q2 على R سكوير وأيضا يعني ممكن نحوض عن قيمة الK بالمقدار 9 في 10 قوة 9 ونكمل بقية المعادلة بالحالات اللي يكون بها الوسط الفاصل بين الشحنتين ليس فراغا فإن القوة التي تسببها الشحنات الموجودة في المادة تقلل من القوة بين الشحنتين نقطيتين قانون كولوم راح يأخذ الصيغة الآتية وهو انه F ايش حتساوي لي 1/4 باي ابسلون نوت كي كيو 1 في كيو 2 على ار سكوير طبعا في الوسط
الماضي حينضاف عندي عامل آخر وهو الكابيتال K، حيث أبسلون هي شنو؟ هي K مضروبة في أبسلون نوت. إذن أبسلون تسمى سماحية الوسط العازل، K هو شنو؟ هو ثابت العازل. وبذلك القوة ايش حتكون عندي؟ حتكون عندي 1 على 4 باي أبسلون نوت Q1 Q2 على R سكوير. يعني small k، يعني ممكن أعبر عنها بعلاقة أخرى، small k على capital K، small k على capital K، حيث capital K تساوي عفوا 1 للفراغ و 1.006 للهواء، فيما تتراوح بين 1 إلى 10 لمعظم المواد، ويستثنى من ذلك بعض السوائل والغازات إذ تصل إلى مقدار أعلى من ذلك بكثير. تم بعون الله، شكرا جزيلا.